احنا اليوم درنا واحد الوقفه ديالنا احتجاجيه على حسب انه العثماني صرح بواحد التصريح ديالو بانه الحفلات هما سبب كورونا، الحفلات هما سبب انتشار فيروس كورونا، مع العلم انه 7 شهور حنا ما خدمناش، 7 شهور وحنايا جالسين، 7 شهور الخدمه لا خدمه لا ردمه، الكريه تابعانا، تابعيننا الناس خدامين معانا، مهمشين، ما بقينا ما نجيبوا لا لعائلاتنا لا لولادنا لا حتى شي واحد شي حاجه. حاليا درنا واحد الوقفه احتجاجيه باش نطلبوا المطالب ديالنا من المسؤولين الكبار، وبالضبط من العثماني. حنا كنطالبوا من سيدنا الله ينصرو، من جلاله الملك محمد السادس نصره الله، انه يشوف لنا شي حل، انه يراعي لهذا الشعب ديالو، انه يراعي لهذا القطاع المتضرر، هذا القطاع اللي ما عنده حتى شي حد اللي دافع عليه، هذا القطاع اللي غير مهيكل، هذا القطاع اللي الناس ما صارت ما تجيب لولادها، كاينه اللي امراه ميت لها الراجل ديالها، ما عندهاش اللي يخدم عليها، كتخرج تخدم في الحفلات، تخرج تمشي طيب، دير اي حاجه، كاين السربايات، كاينين الدومين ديال الدقيقيه غير جالسين، كاين اللي معول غير على هذا الدومين، حنا ما عندناش شي صنعه اخرى ولا اللي غادي نديروها، الا هذا الدومين هذا. حنايا جينا باش ندو بالحقوق والمطالب ديالنا، المطلب ديالنا وهو يا اما التعويض يا اما انه تعطيونا شي بديل، انه تستئنفوا العمل ديالنا الاستئناف على حساب 50% او لا 40% او لا اللي بغيتو نتوما، ماشي القصريات والمحلات وكلشي خدامين على ريوسهم والطوبيسات كذلك. حنا حاليا حنا اللي ما خداميش، قطاع الحفلات هو اللي متضرر، كنطلبوا من سيدنا انه يراعينا ويراعي لهاد الناس هادو اللي متضررين بزاف، وشوفوا من حالنا، ما عندنا الا الله سبحانه وتعالى ومن بعده هو ان شاء الله. السلام عليكم خوتي، السلام عليكم خواتاتي. مهم حنا احتجينا على حساب حنا خدامين في هذا القطاع ديال الطياب، انا بعدا طباخه ما لقيناش، ما كنتحركوش، السربايه اللي كيخدموا معايا حتى هما ما كيتحركوش، النقافات كامل اللي تريتور كل شيء، مهم تضرينا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، خصنا شكون اللي يتفاهم معنا ويهضر معنا، الناس عوضوا لهم، حنا ما شفنا لا تعويض لا حتى شي حاجه وساكتين. وسامرين ما عارفينش سمو كاين، ايوا حنا احتجينا هذا النهار هذا لان وصلتنا للعدم، لا اله الا الله، ربي راه شاهد علينا كاملين، وهانتوما كتشوفوا كل شيء راه ضايع، كل شيء كاين اللي ما كيهضرش، راه ما عندوش وما كيهضرش. خويا حنا يا اما يطلقوا لنا اللعب نخدموا على راسنا ياك اخويا، اما يعوضوا لنا هما يعرفوا. المهم حنا خصنا التعويض على الاقل، الا ما كانش اخويا خصنا تعويض، لان باش غادي نبقاو هكا ما يمكنش، ما يمكنش. حنا والله الا مضرورين بصح مضرورين، اللي ماشي غير جينا وقلنا حنا خدامين في هذا الدومين، انا بعد الطياب راني خدامه فيه دابا 20 عام، عمرني ما شفت بحال هذا العام، هذا عام مضرور بصح مضرور، راه الدو كاين اللي ما خلصش 9 شهور كامله والله ما خلصها، يعني المطالب ديالنا هو هذا. كنتمناو المسؤولين يسمعونا ويفهمونا، يعني هذا حق ديالنا، حنا ما باغيين نديروا حتى شي حاجه، حنا راه حنا مع كل شيء، حنا سيدي حنا كنطيبوا مع المخزن ونطيبوا مع كل واحد، يعني حنا ماشي راه حنا محتجين على شي حاجه ولا عندنا شي هدف سياسي ولا لا، حنا باغيين نخدموا ولا يعوضوا لنا، ان حتى حنا كل شيء الحفلات دازوا على ظهرنا، الناس زوجوا ولادهم على ظهرنا فرحوا، علاش ملي كيبغيو يسولوا في السرباوي ولا يسولوا في الجوايقي ولا يسولوا في صحاب العماريه ولا هذيك الساعه كل شيء كيفرح بولاده وبناته، ولكن دابا لا، ما كاينش اللي شافنا، ما كاينش اللي التفت لينا نهائيا. علاش عوضوا؟ راه عوضوا بزاف ديال القطاعات، علاش حنا؟ علاش حنا خويا؟ يعني هادشي هذا هو المطالب ديالنا، يعني راه هادشي حق مشروع، وهادشي اللي غادي نقول لكم. والسلام عليكم. خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.